متابعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده. وقبل ما نبتدي اي حلقه، زي ما عودتكم، نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. حلقه النهارده حلقه مختلفه، حلقه استثنائيه، هنتكلم فيها وهنعمل فيها هنا قرعه دور ال 16 من دوري ابطال افريقيا. الماتشات انتهت امبارح، دور ال 32 انتهى امبارح. اكبر المفاجات خروج الرجاء البيضاوي من دور ال 32 اللي كان وصل قبل النهائي، ووصل 16 فرقه هنتكلم عنهم دلوقتي، وهنتكلم عن التصنيف. وطبعا زي ما انتم شايفين عاملين التصنيفات، ما تقلقوش، يعني الاربع تصنيفات هم باربع، طبعا باربع فرق، كل التصنيف الاول، التصنيف الثاني، التصنيف الثالث، التصنيف الرابع. فاحنا هنخش دلوقتي نتكلم الاول ونقول مين الفرقه اللي صعدت، وكل تصنيف كل فرقة قبل ما نعمل القرعة هنا. وانتوا في الكومنتات قولوا لي برضو انتوا متوقعين كل مجموعة هيبقى فيها مين. معكم اخوكم عصام السرساوي. لاول مرة تتفرج عليا، شرف ليا انك تشترك في قناتي وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنقدمه. لو جديد في القناة وقديم في القناة، اعمل لايك، اللايك بيزود الحلقة وفرص الحلقة انها تنتشر، وشير للحلقة بقى. ويلا بينا نخش على قرعة دور ال 16 من دوري ابطال افريقيا، يلا بينا. بداية صعد لدور ال 16 16 فرقة. هنتكلم عن التصنيف الأول. التصنيف الأول، الأهلي المصري حامل اللقب، الوداد البيضاوي من المغرب، الترجي التونسي من تونس، مازيمبي الكونغولي من الكونغو. دول التصنيف، فرق التصنيف الأول. التصنيف الثاني، الزمالك، صن داونز، حورية كناكري، وفيتا كلوب. التصنيف الثالث، سيمبا التنزاني، مولودية الجزائر، بترو أتلتيكو طبعا، الهلال السوداني. التصنيف الرابع، كايزر تشيفز، تاوينجت السنغالي، شباب بلوزداد، المريخ السوداني. دول طبعا ال 16 فرقة اللي صعدوا، مقسمين بقى زي ما قلنا في التصنيف. نظام القرعة هنعمله دلوقتي، يعني المجموعة رقم ايه، المجموعة رقم واحد، المجموعة رقم بي، المجموعة رقم اتنين، المجموعة رقم سي تلاتة، والمجموعة دي اربعة. هنسحب دلوقتي طبعا زي ما قدامنا دلوقتي اهو، ادي تصنيف الاول، طبعا الورق الاحمر اهو قدامنا اربع فرق. التصنيف الثاني، اربع فرق بالورق الازرق. التصنيف الثالث الاخضر، حاطينهم بالترتيب حتى، والتصنيف الرابع بالابيض. دول ال 16 فرقه مقسمين زي ما قلنا طبعا على اربع اطباق. هنقول كل فرقه بقى، يعني في الاول هنختار واحده من التصنيف الاول، وبعد كده واحده في نفس المجموعه، واحده من التصنيف الثاني، واحده من التصنيف الثالث، واحده من التصنيف الرابع. يعني معانا اهو كده المجموعه ايه هيبقى على راسها، لسه مش عارفين مين، هنختار دلوقتي المجموعه ايه مازيمبي الكونغولي. كده مازيمبي معانا على راس المجموعه الاولى، مازيمبي. طيب هنختار، نشوف دلوقتي مين هيبقى على راس المجموعة بي، المجموعة التانية. الترجي التونسي، الترجي هيبقى على راس المجموعة التانية. على راس المجموعة التالتة هيبقى الوداد المغربي، الوداد هيبقى على راس المجموعة الثالثة. كده عرفنا مين على راس المجموعة الرابعة. اخر اختيار معانا هو الاهلي حامل اللقب،
الأهلي هيبقى على رأس المجموعة الرابعة. كده خلصنا من أول تصنيف زي ما شفنا. هنيجي بقى للتلات تصنيفات. هنختار طبعا الأول مين اللي هيقع مع المجموعة الأولى اللي فيها مازيمبي. حورية، حورية هو اللي هيقع مع مازيمبي. هنكتب حورية. هنختار مين اللي هيقع مع الترجي في المجموعة الثانية. الزمالك المصري هيقع مع الترجي في المجموعة الثانية. كده الزمالك بيبعد عن الأهلي في القرعة بتاعتنا. الزمالك. هنيجي نختار بقى من الفرقتين اللي فاضلين دي المجموعة الثالثة اللي فيها الوداد، فيتا كلوب. فيتا كلوب هيقع مع الوداد. الأهلي بالتالي هياخد آخر حاجة وهو صن داونز. الأهلي مع صن داونز، يعني صباح الخير يا مصر. بس احنا ما عندناش مشاكل، يعني انا كأهلاوي ما عنديش مشاكل اقع مع مين، ما فيش اي مشكلة. كده خلصنا نيجي للتصنيف الثالث. مين اللي هيقع في المجموعة الاولى مع مازيمبي وحورية؟ بترو اتلتيكو. بترو اتلتيكو هيقع مع مازيمبي وحورية. هنختار المجموعة بي اللي فيها الترجي والزمالك، هيقع معاهم سيمبا التنزاني. سيمبا التنزاني هيقع مع الزمالك والترجي. فاضل المجموعة التالتة والمجموعة الرابعة. نختار المجموعة التالتة اللي فيها الوداد، مولودية الجزائر هيقع مع فيتا كلوب والوداد. الأهلي وصن داونز والهلال السوداني. صباح الخير. الهلال السوداني. نيجي للتصنيف الرابع. معانا آخر تصنيف. هنختار مين هيقع في المجموعة الأولى. كايزر تشيفز مع حورية ومازيمبي وبترو أتلتيكو. هنيجي بقى نشوف مين اللي هيقع مع الترجي والزمالك وسيمبا. شباب بلوزداد الجزائري. مين اللي هيقع مع المولودية والوداد؟ تاونجة السنغالي. تاونجة السنغالي. فبالتالي المجموعة هيبقى فيها الأخيرة المريخ السوداني. ايه ده، هوت على المجموعة دي، مجموعة موت. المريخ، مجموعة الموت دي، مجموعة الموت. الأهلي، صن داونز، الهلال، المريخ. يعني صباح الخير. دول الأربع مجاميع اللي احنا عملناهم. طبعا بعد ما سحبنا القرعة قدامكم المجاميع كالآتي. المجموعة الأولى مازيمبي الكونغولي، حورية كنكري، بترو أتلتيكو كايزر تشيفز. دي المجموعة الأولى. المجموعة الثانية الترجي، الزمالك، سيمبا، شباب بلوزداد. المجموعة الثالثة الوداد، فيتا كلوب، مولودية الجزائر، وتاونجت
السنغالي. المجموعه الرابعه ودي مجموعه الموت، الاهلاويه طبعا وانا منهم والله، يعني ازاي اوقع الاربعه دول؟ ما هو والله انا ما وقعت يا جماعه. الاهلي، صن داونز، الهلال، المريخ. دي مجموعه الموت، دي لو حصلت بصحيح في الحقيقه لا هتبقى مجموعه صعبه وصعبه جدا. واقول لكم من دلوقتي اللي هيطلع من المجموعه دي اول وتاني مرشحين ان هم يوصلوا لقبل النهائي. وصلنا لنهايه حلقه القرعه النهارده، قول لنا برضو انت متوقع مين، وشايف القرعه اللي انا عملتها الاهلاويه طبعا وانا منهم. لا انا مش عايز القرعه دي، انا مش عايز القرعه اللي بيبقى فيها الاهلي وصن داونز والهلال والمريخ. دي اجمد مجموعه، واللي بعديها الترجي والزمالك وسيمبا وشباب بلوزداد، مجموعه صعبه. هنشوف توقعاتنا هيبقى فيها ايه صح وايه غلط. مش شرط ان المجموعه تبقى كامله يعني، بس مين هيقع مع مين. كده بنكون وصلنا لنهايه الحلقه. ادعمنا بلايك وشير للحلقه، وقولنا في الكومنتات انت متوقع مين، ودمتم في امان الله. سلام.